شكرا. بالنسبة للمقابلة لابد من تذكير بنقاط مهمة بزاف. تعرفوا فريق نهضة الزمامرة فريق اللي اون كونستركسيون في طور البناء. هنا الفريق من كيغير تقريبا التركيب البشرية ديالو تقريبا بشكل كبير، فأصلا خص الوقت، العامل ديال الوقت مهم بزاف، سان بارامتر تري امبورطون. زيد التوافد نتاع اللاعبين اللي ما كيجوش، ما جاوناش هاد 90%، ما جاوناش في وقت واحد، يعني العمل كيكون ومن بعد كيكون عندك كالاج لي زاريبي دي جوار لي سيغناتير وكل شيء. يعني اي فريق اللي ستابل وكيدخل ب 90% ديال ليفيكتيف ديالو كيكون جينيرالمون في صحه جيده وكيباشر العمل ديالو. هذا اصل الفروق اللي ما كتغيرش، لان هاد الزمامره في مشروع ديال الفريق مستقبلي ان شاء الله. علاش كنقول هاد الهضره؟ لان هاد الفريق نورمالمون غادي يبقى العام الجاي تقريبا بواحد 90%، دونك ما غايكونش عنده هذا المشكل اللي عشنا هذا الموسم. ثانيا كلكو سوا الريزلت تاع اليوم، كانت هذه الهضره هي اللي غتكون فريق في طور البناء. كتشوفوا الشوط الاول الفريق الخصم خلق لنا مشاكل، شافنا نلعبوا كره كان احنا من النوع اللي كنلعبوا كره الارض بالطبع. خلق علينا يعني لامي 3 اتاكون باش ما نبنيوش، وحنا في الجوهريه حنا عاد رحنا نرجعوا الاوراق ديالنا وكنحسنوا من الامور ديالنا. ان شاء الله هاد الامور غتقاد وغادي يكون عندنا نيكيليبر في اللاعب اون جينيرال، يعني كره الارض كره في السماء، لان عندنا لاعبين يلا وقعوا رحنا راهم في طور العمل باش يلتحقوا بالمجموعه. الشوط الاول كانت في 10 دقائق فين دوزيام بالون بروكسيميتي دا سيرفيس ريباراسيون ديال ليكيب ادفيرس كنا خلقوا في ظهر الخصم بعض المشاكل، ولكن هما كانوا ديتيرميني وكانوا خلقوا لنا متاعب. الشوط الثاني غيرنا كاريموم الطريقه ديال اللعب ديالنا وما لعبناش كونتر ناتور. انا في الشوط الاول كان ملزم علينا نلعبوا طويل لان الخصم دار لنا مشكل لعب، ولكن الشوط الثاني رجلنا هادشي كامل وعرفنا كنلقاو الحلول وخدينا لا بوسيسيون تقريبا ورجعنا للاعب ديالنا المعهود على اساس اننا لا بوسيسيون تكون عندنا والفريق الخصم هو اللي يجري هو اللي يتعب باش نلقاو خلل في ظهر او اونتر لي لين. داكشي اللي توفقنا فيه او نيفو دو يعني دي كونتوني، لو كونتوني الشوط الثاني كان احسن بكثير من الشوط الاول، كان الشوط الاول كان احسن. فهذه هي خلاصه نتاع المقابله، وثلاث نقاط جات في هذا التوقيت وحنا في طور البناء مزيان، يعني غير شويه ديال العقل لابد ان الوقت نحترموه على اساس ان الفريق يوقف سيغ دو بون باز، لان الى اللاعب كونت اون فو برودوير دو جو كتعرفوا بلا لو جو كيتطلب طلب معرفه كبيره وكيتطلب عقل كيفكر وكينفذ ماشي لو فيزيك لو مونتال كي لومبورت. دونك حنا النقائص اللي عندنا حنا نعالجوها، ولكن او نيفو دي جو خصنا نكونوا متوافقين ويكون ان شاء الله ديال الديان نتاع هذا الزمامره. شكرا. بالطبع سيت اون استراتيجي حتى هي، حنا درنا هذا الاستراتيجي ما بغيتش نبدا بحذراف. انا عارف حذراف كونت يل غونتخ سافيك ليكسبيرونس كيلا ولو فيكو اللي عنده اصلا الكره تكون الارض. حنا كان عندنا تصور اخر اون فاتيك لادفيرسير اون بريمي تون، وداكشي اللي كان ان لادفيرسير تعب واشتغل كثير في الشوط الاول، ولكن حنا لا فريشور في دوزيام مي تون لا فريشور بسيكولوجيك ولا فريشور مونتال كانت عندنا، وخلقنا اننا نحطوا كره ونلعبوا بهدوء وحاولنا يمكن اننا بلا بيركسيون تاع حذراف وبحال اللي لو جو سي ريغلي شويه 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 تنظم وحذراف عنده التوقيت ديالو باش يدخل على اساس ان شاء الله تراكم المقابلات غادي هذا التوقيت يكبر باش ما نديروش اون ديفيكولتي مالغري لو فات انه دار لا بريباراسيون كل شيء، ولكن حذراف البون فور ديالو سي سا فريشور فيزيك اللي كتعطي دور للفريق. كاين بعض الامور ما يمكنليش نتكلم عليها لان سي بيغمون تاكتيك فهمت، والمرحله اللي درتي راه معقوله ان الشوط الاول والشوط الثاني مغاير تماما ماشي حتى مقارنه شويه ولا يعني تماما. تعرف بالله هذا الفريق مجموعه كبيره من اللاعبين ما عمرو لعبوا بريمير ديفيزيون، والشوط الاول نتاع ضد فريق تورغا كان لابد اننا ننتظروا بان سيناريو الكومبورتمون دي جوار كيداير حتى واحد ما يعرفوا مالغري لو فات اننا درنا دي ماتش.
الور كانوا دي فابلاس كانوا كان شويه ديال لا بريسيون كاين اللي اول مره يلعب مقابله في قسم الفريق الاول دونك هادشي كامل الفولو فو اوبتيميزي البوتونسييل دو تو الموند باش يمكن لا مارج ديال ليرور تكون قصيره. حنا اللي همنا اليوم هذا الفريق اللي لعبت بديت به في الشوط الاول هو اللي كان في دوزيام ميتو فكر معايا لان حذراف دخل بقات 30 دقيقه عاد دخل حذراف دونك كمين تحسن الفريق هذا الفريق هو اللي دخل ومالغري سا ان الخصم هو اللي دارنا مشكل هنا ما خليناش نبنيو دار دوز اتاكون يعني كيقول الغارديان ديجاجي حنا دابا في دوزيام ميتو وناتو ريغلي لا ميم شوز لان الطبيعه ديال الفريق الزمامره ان الكره تلعب الكره الارض وتلعب تفكير بهدوء والتوقيت نتاع الدخول نتاع حذراف هو توقيت جيد لاننا بدينا به فاصلا ما غنكملوش به وهذا سي كوم سي اون دون لي زارم ديل ديبار الوغ حذراف اون لو كونترول ان شاء الله في ان تونتي من يكون حذراف يلعب 90 دقيقه غادي يدخل 90 دقيقه لا نقاش فيها لا هو الى لاحظتي 95% تاع ليفيكتيف اللي لعب المقابله الاخيره راه هو اللي لعب اليوم ما عندناش اختيارات لان لي جوار اللي سنينا لهم مازال ما راهمش كاليفي ودابا راه مطور العمل باش يلتحقوا بالفريق الاول دونك اللي كاين هو خاص عرفوا بلا لو بارامتر بسيكولوجيك هو اللي كينظم مدى الجاهزيه نتاع مدى التطبيق ديال اللاعب في الملعب ان الى لاحظتي دوزيام ميتون لي ديور ربحناهم كاملين الكرينتا سي ليماج اللي عطى فريق زمامره في الشوط الثاني هاد ليماج يلا غادي نزيدوا عليها غادي نشتغلوا عليها دابا ولا وجه اخر ما شفناش في التورغا لا بريميتون لا دوزيام ميتون دوزيام ميتون شفنا الكره كتلعب وصلنا وهذه ولكن اليوم شفنا جو موسكلي دونك كل خطره راه كاين كاليتي كتزاد للجروب وهاد الجروب راه يلا تجمع ولا بد يكونوا ثغرات ولا بد يكونوا اخطاء ولا بد يكون دابا حنا العمل ديالنا هو لا كورب نتاع لي ماتش تكون غاديه لان الفريق راه في طور البناء والاخطاء اللي كنديروهم خصنا نقصوا منهم بحال اللي كنلعبوا نخطئوا وغدا غادي مابقاش نخطئوا نفس الاخطاء نديروا اخطاء اخرى وحنا غاديين خدامين ان شاء الله انا متفائل بالفريق وبالمستقبل ديال الفريق غادي يكون ان شاء الله مزيان غادي يلعب كره في المستوى ونحاولوا ما امكن نعطيو ينادين الكره ان كره قدم ديال فريق الزمامره كتلعب بالعقل ما كتلعبش بالعضلات كتلعب سميتو ولكن هذا الشيء خصو الوقت يا اخي لان اصلا الفوتبول ولا سيريبرال دابا سي دي شوا وتحط البيس ان بيس وتبقى تلعب طويل وتجيب لي جوار كوستو وطوال ويردوا بالبالون ولا تجيب دي جوار اللي عندهم لو ميسكل هو لي سيرفو كبير اللي كيفكر هادو غير اختيارات دونك حنا بالطبع من جينا لقينا هاد المجموعه حنا ما يمكن اوبتيميزيو البوتونسييل دو تو الموند يعني اي لاعب يحاول يلعب على لي كاليتي ديالو باش ما وهنا كندمسوا كل شيء على اساس ان الفريق يعطي مردود وحاجه اخرى عاوتاني سو اون سوفير دو ريتم مازال ما وصلناش واخا ربحنا اليوم راه مازال ما وصلناش يعني لو ريتم ديالنا اللي نورمالمون خصنا نلعبوا به ثغرات كما قال الاخ بعض المرات كنكونوش بعض المرات هاد الثغرات هادو خصو يساديسيون باش ان شاء الله يكون فريق غادي بايقاع بافكار بسميتو ان شاء الله ما كرهتش يديروا دو ماتش لان لو ريتم باش يجيب لي ماتش الماتش كوستو بعد التدريب والتمارين والاختيارات وداك الشيء كامل زوين ولكن تو دون دو لا فيتاس او جو الا عطيتي واحد السرعه قليله بالتنفيذ راه ما عطيك والو بحال راه كان داك الشيء اللي وقع لنا في بعض اللحظات المقابلات والا لو جو كان ميسكلي وكان ادوار تاع اللاعبين اون بي موان بي بلوس يعني ما عندك الكره ها الدور ديالك ها ليطاش هنا غادي نبقاو نطوروا بالايقاع دابا هنا خصنا نلعبوا المقابلات وانا ما اظن كاين غير اسبوع يمكن اللي هو قليل مع الاسف لان ضد فيفا من دو تال دو جو بونس ولو 14 يمكن ولا لو 15 ولا 16 يمكن لعبوا على ما اظن دونك عندنا اسبوع وهذا الاسبوع الى لعبنا يا دو فوا 60 الايقاع غادي يكون عندنا وبالطبع كاين اون ايكيب دوزيام ايكيب اللي راه كتسنى حتى هي تلعب حتى هي دو ماتش باش كل واحد يكون جاهز ان شاء الله بون كنا عارفين المباراه اليوم غتكون صعيبه مع الزمامره سيرتو لي دو زيكيب في لا بروميير جورني كانت الهزيمه للفريقين فكنظن اليوم جينا عازمين باش نحققوا نتيجه ايجابيه الشوط الاول يعني قمنا بواحد الضغط مرتفع استحوذنا على الكره يعني خلقنا مجموعه ديال الفرص خاصه الكره الثابته ما استغليناش كنظن بان الجوله الاولى على الاقل نكونوا خرجنا بهدف لصفر
باش اونطامي ولا دوزيام ميطون بواحد الثقه. كنظن الدخول ديالنا في لا دوزيام ميطون فريق الزمامره استغل كره ثابته من الركنيه مبكرا، سجل الهدف شويه بعد الاوراق ديالنا. قمنا بمجموعه ديال التغييرات، قمنا بمجموعه ديال المحاولات ولكن ما تفوقناش. كنضرب ضربه جزاء اللي كنظن بانها كانت واضحه، الحكم رجع لضربه خطا، سجلنا هدف ولكن من شروط. العموم اللاعبين قاموا بواحد المجهود كبير، خاصه مقارنه بالجوله الاولى فكان عندنا واحد ست تغييرات في التشكيله ديال الفريق نظرا للمجموعه ديال الغيابات الاصابه. يعني صراحه الديبار ديالنا ما كناش كنتمناو بوجه هزائم، لكن غادي نحاولوا نرموا الصفوف ديالنا. يعني كاين لاعبين اللي التحقوا بينا اسبوع قبل بدايه الدوري، كاين لاعبين اللي التحقوا بينا يومين قبل بدايه الدوري. يعني كنظن بان قمنا بشونجمون راديكال بارابور السنه الماضيه، فضروري نجتهدوا كثير. مكتب مسير بذل مجهود كبير، كتعرف بان ماديا في البروبليم ديال ليتيج يلاه استطعنا باش المكتب بذل مجهود باش استطع ان يخلص ليتيج اللي كانوا قبل السنه الماضيه. يعني الان كنظن بان كنمر بواحد الازمه ماديه شويه خانقه، المكتب المسير كيبذل مجهود. كنتمناو المكتب المسير لا تقنيا نحاولوا نجتازوا هذه الفتره بكل جديه، ونحاولوا نستعدوا للموسم اللي غادي يكون شاق وطويل. طبيعه الحال فللاسف كنظن بان السنه الماضيه حقنا الصعود، ولكن للاسف ما توفقناش باش نحافظوا على التركيبه البشريه ديال السنه الماضيه كامله نظرا للظروف كما قلت لك الماديه للفريق. تحت اللاعبين اللي الان متوفرين فكتنقصهم تجربه، كاين لاعبين من الهوات اليوم حملنا جوج لاعبين كانوا في اقسام الهوات، يعني كينتظرهم مستقبل طويل. كنظن بان يعني الفرص لازم يكون الفرق كلها تعاني من قناص من هداف، فكان يعني خصنا نعملوا كثير باش نحاولوا نكونوا اكثر نجاعه في الخط الهجومي، لان اليوم كنا يعني الشوط الاول نخرجوا على الاقل منتصرين بهدف لصفر. يعني هذه اخطاء غادي نحاولوا نصححوها في المستقبل. وماشي تراجع، كنظن دائما في الفوتبول تكلمت مع اللاعبين في المستوى تاع الملابس، قلت لهم ماشي يعني تقوم بجوله اولى في المستوى، يعني الجوله الثانيه غتكون مثيله للجوله الاولى، الفريق الخصم في الميدان ديالو ملي كتسيطر عليه فكنظن بان نوعا ما كتستفزه، كتكون رده الفعل في الشوط الثاني. نهضه الزمامره كانت رده الفعل ديالهم خاصه في بدايه الجوله الثانيه جد مهمه، مع دخول حدراف اللي عنده تجربه كبيره استغلوا الضربه الثابته، كنظن الاولى كانت خطيره قبل الركنيه، الثانيه سجلوا منها هدف، هذا في الميدان ديالهم امام الجمهور ديالهم عطاهم واحد الحافز. كنظن هذه الفتره شويه كانت بدايه الشوط الثاني كانت شويه صعبه بالنسبه لنا، ولكن في لي شونجمون اللي درنا كان شويه واحد التوازن. يعني والشوط الثاني كنظن بان قمنا بمجموعه ديال التغييرات المهمه، كذلك كنظن هذا الزمان تم قاموا تغييرات دفاعيه، ففي الاخير كان يعني ربع ساعه الاخيره كانت كره طويله البحث عن كره ثانيه. الفريق الزمامره كان اكثر حضور، يعني كان ناجح في التدخلات ديالو، حنا حاولنا كنظن بان هذا غادي يشكل لنا واحد، نحاولوا نستثمروا هذا المجهود اللي داروه اللاعبين ونحاولوا نصححوا الاخطاء ديالنا في المباريات المقبله ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.